اللي كتعرف شي بوركابي يا كيشرب ولا حتى كيكمي قبل ما تحاول تبدلو او تفكر ديرها تجي تسمع قصتي وتعرف هداك الشي اللي وقع ليا. سلام الغزالات، اميرتي الفنانات اللي منوري ليا الحياه، نتمنى تكونوا بخير. القصه اللي غتسمعوا دابا مختلفه بزاف، وهداك الشيء اللي غيوقع فيها ما غيخطرش على البال. هداك الشيء علاش ما غنطولش عليكم وغندخلوا مباشره في القصه. معكم جيهان، واليوم جيت نعاود لكم حكايتي اللي بدات في السن ديال 17 عام، وبالضبط نهار اللي كنت خارجه من الباب ديال الليسي وكنتبعني واحد الشاب. هاد الشاب كنت كنعرفو حيت كان كيقرا غير في المدرسه اللي حدانا. كنت عارفه غيكون يا قدي في العمر يا غيكون كبر مني بواحد العام ولا عامين ماشي كتر. الدري معروف والديه لاباس عليهم، ونقدر نقول لكم من اغنى الناس ديال المدينه ديالنا. كان دري كيلبس مزيان وكان الحلم ديال بزاف ديال البنات. انا فاش تبعني كنت كنحس بقلبي غادي يهرب من بلاصتو. من هذيك النهار ما بقيت كنفكر في حتى شي حاجه من غيره. الناس كانوا كيحفظوا بريباريو الامتحانات، وانا كان بريباري كيفاش نقدر نخليه يتعلق بيا. الحصول وما فيه، السيد بقى كيتبعني حتى النهار اللي هدرت معاه، ومن تما بدات علاقتنا. علاقتنا في الاول كانت غير في الزنقه، كنتلاقاو كنهضروا شويه، كيوصلني حتى كيقربني حدا للدار. شي جنب البحر كنت كنبغيه وكنتسطع ليه، وبزاف العيوب اللي كانوا فيه ما كانوش كيبانوا ليا. السيد في داك الوقت كان الكارو ما كيحيدش من يديه، اما الشراب ما نعاودش لكم عليه. الحاجه الوحيده اللي كانت كطمني هي الوقت اللي كان كنشرب ما كانش كتبان فيه، كيهضر معاك عادي الا ما قربتيش ليه وشميتي الشراب فمو ما تعرفيش انه اصلا شارب. ايوا بقيت مع على هاد الحاله تقريبا عام، ومن موراها السيد ولا كيقول لي انا عييت من زناقي، علاش ما مشوش للدار؟ شوفي عباد الله كيفاش كيشوفوا فينا، شوفي هادي شوفي هادي. انا تما بديت كنثق فيه، حيت فديك المده كامله ما عمرو شاف شي بنت من غيري، كان غير معايا انا وهو اللي كان مولف كيدوزو جبنات ثلاثه في النهار. مهم درت لي خاطرو فيه على مشيت معاه للدار، حيت كان موعدني ما يقرب ليا ما يحاديني، قال لي غنجلسو نهضرو ونضحكو شويه وصافي. مهم مشيت معاه المره الاولى وفعلا هذاك الشيء اللي كان، والمره الثانيه والمره الثالثه، حتى لواحد النهار غادي ندخل انا وياه للدار وغادي يتعدى عليا. هذيك النهار ما بغاش يتنسى ليا، وفاش كنجي نرد السينتا كنلقى راسي انا اللي غلطت، انا اللي دخلت معاه للدار. واشنو كنت منتظره منه؟ ما كنت منتظره منه حتى شي حاجه من غير هذاك الشيء اللي دار. في الوقت اللي بديت كنبكي وقلت له ضيعتي ليا شرفي، قال لي ما تخافيش انا كنبغيك وغادي نتزوج بك، وكوني مأكده انني ما عمرني ما غنفرط فيك. وفعلا من مورا هذاك النهار والديا كانوا ساقوا الخبر، وهو كان دوا مع والديه وقال لهم على هذاك الشيء اللي بيناتنا. والدي حيت كانوا شافوا الحاله ديالو فكانوا باغين يزوجوه، بغاو ليه شي وحده اللي لربما الا تزوج بها يدير عقله ويحيد عليه البليه. ايوا جا والدي عندنا للدار وما خلاو ما جابوا معاه، وكانوا فرحانين بيا بزاف، حيت كيف ما قلت لكم كانوا باغين يزوجوه باش يدير عقله ويدخل سوق راسو واحد شويه. المهم تزوجت على السن ديال 19 عام، تزوجت وعند بالي تزوجت عن حب، كنت طايره بالفرحه وعاجبني الحال، حيت الولد اللي بغيتو الولد اللي كنت كنحلم به ولا راجلي. بقى كان كيكمي وكيشرب فداك اليامات ما تسوقتش، وكنت دايره في بالي انني غنقدر نبدلو وغنحيد ليه هاد الشيء كامل، وان شاء الله غادي يخدم وغادي المستقبل. حتى والدي كانوا كيتعاملوا معايا مزيان، وكانوا ديما كيقولوا لي ان شاء الله ما يكون على الخير غير صبري. انا والدي كنت ساكنه معاهم في الدار، وصراحه كانوا مهلين فيا بلا قياس. قبل ما كنحل فمي على شي حاجه كتوصل لعندي، لا ماما لا بابا لا خوتو كانوا كيتعاملوا معايا كوحده منهم ماشي كمرت ولدهم. هادشي اللي في داك الوقت كان مخليني نكون مرتاحه واحد شويه. دوزت مع هذا الراجل 8 شهور، ومن بعد خرجت كنولد. فداك الوقت الراجل بدا كيتبدل، او يمكن بديت انا كنعرف الوجه الثاني ديالو، الوجه اللي ما عمرني عرفته من قبل. الراجل اكتشفت انه من غير الكار والشراب كان كيتحشش، كان كيدير القرقوبي، كان كيدير الكوكايين، جميع انواع المخدرات، ولكن واحد المخدر اللي كان كيديره وكان كيأثر فيه هو القرقوبي. نهار اللي كيدير القرقوبي كيجبد ضروري المشاكل، وضروري كيهزوه البوليس وكيديوه للكوميساريه، وكيتبعوه والديه وكيفاسروا عليه. ثم بداو الصداعات، ولا السيد كيجي عندنا للدار وكيحيح. انا ما بقاش عاجبني الحال، ولكن ما لقيت ما ندير، ما عنديش فين نرجع، فين غنهز راسي ونمشي عند والديا؟ اول حاجه غيقولوا ليا انت اللي بغيتيه، وانت اللي مشيتي وضيعتي شرفك معاه، انت النهار الاول عارفه شنو كيسوى، وانت اللي كنتي لاصقه فيه.
واصلا كنت في داك الوقت مازال كنبغيه ومازال عندي امل انني نقدر نغيره. والديه كانوا مصبريني وكانت اي حاجه كنبغيها كيوجدوها ليا. مو هي اللي وحماتني، هي اللي كانت كتمشي معايا للطبيب. انا فحال ما بقيتش مسوقه ليه، وحتى هو ما كانش كيتعامل معايا خايف. هذاك الوقت كان كيتعامل معايا مزيان. دوزت هذيك الفتره ديال الحمل، والنهار اللي ولدت هذاك الولد فرحوا بيه بزاف، حتى باباه فرح بيه وتهدن في هذوك الايامات وقال لك حس بالمسؤوليه ما حس بالمسؤوليه. وانا فرحت بالحق، ما جيت فين نكمل الفرحه ديالي حتى الراجل رجع كفس من ما كان، ولا القرقوبي ما كيحيدش من عنده من الجيب. دائما صداعات والمشاكل. ايوا تما غادي نشوف الوجه الحقيقي ديالو، الوجه اللي ما عمرني ما كنت كنتظر انني نشوفه عليه. ولا ديما المشاكل، ولا ديما كيتضارب، دائما كيتعدى على الناس وكيدير الزبايل اللي تشد فيهم عامين 3 سنين. مهم كيهزوه وكيديوه الكوميسارية، ومن بعد كيمشي للمحكمة، وطبعا والديه كيتبعوه وكيعطيو عليه فلوس صحاح، وكيدوز مدة قليلة. أطول مدة دوز هي 3 شهور، ومن بعد كيخرجوه. حيت كيف ما قلت لكم في الاول، والديه كانوا معروفين وكانوا لاباس عليهم ديال بصح، وكانوا الناس كيضربوا ليهم 1000 حساب وحساب. وهو هادشي كان كيزيد يشنتو، ولا عارف انه يدير اللي دار، ما غيوقع ليه حتى شي حاجه. وحتى فاش كيمشي للحبس كيعيش كيف القيد، حتى شي حاجه ما كتخصو. الماكله المخيره كتدخل عنده، تليفون، كلشي كان موفر ليه. كان عارف يدير اللي دار، ما غيفوش 3 شهور في الحبس. هادشي اللي زاد شنتو. مهم انا في داك الوقت داك الوضع ما بقاش عاجبني. شحال من مره فكرت في الطلاق، ولكن والديه كيقول لي الله يهديك فين غادي ترجعي، هانتي الحمد لله جالسه معانا واكله شاربه، ما كاينش اللي خصك، ربي وليدك وان شاء الله يكون خير. مهم ميمتو بدات عاوتاني كتحكر عليا وقالت لي ولدي معاه، لا ربما يدير عقلو، لا ربما هادي، لا ربما هادي. وانا ما نكذبش عليكم، كنت كنبغيه في داك الوقت وكنت عندي امل انه يتبدل. كنت كنقول دابا يدير عقلو، اكيد غير مازال صغير. وفعلا كنت ولدت معاه الولد الثاني. سيد كيف العاده كيتبدل واحد المده قليله، ومن بعد كيرجع كفس من اللي كان. صافي بقينا هكاك. هذاك السيد غادي وكيطغى، غادي وكيولي واحد الشخص اللي ولا كلشي كيخاف منه، ولا كلشي كيضرب ليه 1000 حساب وحساب. اكثريه الناس ديال المدينه اللي كنا ساكنين فيها ولاو كيعرفوه. البوليس ولاو كيغمضوا عينيهم على الحوايج اللي كيدير، حيت والديه كانوا كيعطيو فلوس صحيحه. وفيما ولدهم كيدير شي مشكل كيدخلوا كيتفاسروا عليه. انا تما بدا كيطلع معايا السخون، وبديت كنحس براسي انني وحلت ديال بصح. عرفت ان هذاك الراجل ما عمره ما يتبدل، لان نهار على نهار كيزيد غير كيتكفس. انا اللي كنت محميه من والديه، ولا كيوصلني الصاد، ولا السيد كيتعدى عليا قدامهم. انا تما ما بقيتش قادره نستحمل، وليت كنقول له غادي تطلقني. فاش كيسمع كلمه طلاق كيجعر وكيقول لي ما عمرك ما تحلمي بهذا النهار، انت ديالي وغتبقي ديالي حتى النهار اللي تموتي. النهار اللي تفكري في الطلاق عولي انك غتنحي من هاد الدنيا. انا اهون عليا انني ندبحك ونخشيك تحت التراب، ولا تبقاي تدوري حدايا. هاد الهضره كنت عارفاها ماشي مجرد تهديد، حيت في داك الوقت السيد راه ولا وحش، وحش في صفه انسان. كنت بنت درويشه، بنت ناس اللي على قد الحال، عارفه ما عمرني ما غنقد عليه، وما عمرني ما غنقد على عائلته. هذاك الشيء علاش قررت نتكون ونبقى جالسه وشاده الارض، ما نهضر ما نتكلم، وليت غير كنشوف بعينيا وخشي راسي في التراب. دائما كنتخبى من مورا والديه، وليت باغا غير نربي هذوك الوليدات نكبرهم. حيت حاشاكم ولدت معاه 3، كان ولاد حيت كنقول مع عقلي غادي السيد يدير عقلو، فاش غيشوف وليداتو غادي ينعس الشيطان. حتى دارهم كانوا مزعميني وكانوا كيقولوا لي ولادك ما يخصهم حتى شي حاجه. وفعلا ولادي مهلين فيهم، هذاك الشيء اللي دايرين ليهم راه ما كيتخيلش نهائيا على البال. ايوا بقينا هكاك، والراجل غادي وزيد في الطغيان. توصل لواحد الوقت اللي ما بقى كيحترم حتى شي واحد، وهنا غينوضوا الصداعات ديال بصح. ايوا ولا كيضرب مع والديه، وانا ما نقولش لكم شنو كندير فيا. والدي صبروا حتى عيا، وفي الاخر جراو عليه، والسيد جاتو من الجنه والناس، هز راسو ومشى لواحد الدار اخرى ديالهم. هاد الدار كان شويه قريبه لدار والديه، ثم لقى راحتو، ما بقى حتى شي واحد كيدوي معاه، ولا عطيها غير الشراب غير القرقوبي، ما بقاش كيصحى. الخبر ديالو كانت كتجينا غير من عند الجيران. بقينا هكاك حتى لواحد الليله، غادي يتصلوا بشي خيس الجيران وغادي يقولوا ليه جري، ولدك مدخل شي وحده، وكنسمعوا الغوات ديالها حتى لهنا. شيخي ما كانش متيق وقال ما يمكنش، ما يمكنش الولد يكون طغى حتى لهاد الدرجه. هذيك الساعه هز راسو هو وعقوسي ومشاو كيجريو. الوقت اللي وصلوا لتما كيلقاو السيد مدخل واحد البنت ومختصبها بواحد الطريقه اللي وحشيه. لقاو حوايجها كاملين مشرقين، لقاوه ضاربها ومحرش عليها الكلبه ديالو.
ايوا بداو كيضربوا مع ولدهم، وهذيك الساعه البنت هربات من الدار ومشات نيشان عند البوليس. وصلت لقات والديها كيقلبوا عليها. البوليس هذيك الساعه تحركوا وجاو للدار، كيدقوا حتى شي واحد ما حل ليهم. هذيك الساعه اتصلوا بشيخي وقالوا لي فينا هو ولدكم. شيخي انكر وقال لهم ما شفتوش وما عرفتوش فين مشى. وعلم الله شنو قال لهم. البوليس كيف العاده بداو كيتماطلوا وبداو كيقولوا للبنت اننا حنا كنقلبوا عليه، ما كنقلبوا عليه، والولد كان غبر ما كانش عارفه في ذاك الوقت فين كاين، وهو كان كاين غير في الدار. كون فرعوا الباب كل القهوه. البنت غتبقى متابعه واخا والديه كانوا كيجريو ويجاريو باش زعما تحيد المتابعه ديالو فيها. وفي هذاك الوقت اللي كانوا والديه كيحاولوا يفكوه، الولد غادي يدخل بنت اخرى وغادي يتكرفس عليها بنفس الطريقه. من هذا الشيء غادي يصورها فيديو وهو كيغتصبها، وغادي يقول لها الا مشيتي عند البوليس غادي نشوهك. غنخلي الناس كاملين يتفرجوا في هذا الفيديو. مهم في ذاك الوقت البنت بدات كتغوت. الجيران كيف العاده كانوا اتصلوا بشيخي. شيخي مشى كيجري هو وعقوسي. كيف وصلوا خرجوا هذيك البنت وطلبوها وزوقوها باش ما تمشيش عند البوليس. ولكن البنت كيف خرجت من تما مشات عند البوليس. بالحق ما صورت والو، البوليس ما تحركوش ما داروا والو في ذاك الساعه. قولوا انهم كيقلبوا عليه ولكن ما لقاوهش، والسيد راه كان غير في الدار مخبي فيها وما كيخرجش نهائيا. انا في هذاك الوقت عقوسي طلبتني طلب وقالت لي سيري جلسي معاه، سيري جلسي معاه باش ما يدخلش شي وحده اخرى وتكرفص عليها مره اخرى. بالحق انا ما بغيتش وكنت خايفه بزاف. ايوا دازت تقريبا واحد السيمانه حتى لواحد النهار غادي يعيط ليا وغيبدا يبكي وغايقول لي انا ندمان وما عرف شنو وقع ليا، انا شنو وصلني لهذا الشيء كامل. انا عرفت راسي هذا الشيء اللي درت ماشي ديالي، كرفصت والديا وكرفصتك حتى انت. وليداتي ما وليداتي انا توحشكم، انا بغيت نتوب، انا بغيت ربي يغفر ليا. وبدا كيبكي عليا عاوتاني وكيقول لي انا كنبغيك وكنحماق عليك، وبدا كيمثل وقال لي هادشي. انا قلت له ما غاديش نجي حيت وليت كنخاف منه وليت كنكرهو في نفس الوقت. قلت عليه وهاديك الساعه عيطت لميمتو وقلت لها هذاك الشيء اللي دار بينو وبينه. ميمتو حتى هي بدات كتطلب وقالت لي شوفي الحاله اللي وصلنا ليها وشوفي البنات شنو دار ليهم، الله يرضي عليك لما سيري وطلبيه يرجع للدار على الاقل يكون تحت من عينينا. هانتي الشيء الوقت اللي خرج شنو دار. وبقات كتطلب فيا ماما بزاف، وهو حتى هو كان كيعيط وكيبكي وكيقول لي انا كنبغيك وما تخليش عليا وانا مساعد نواجه هذا الشيء كامل، مساعد انني نتبدل، انا على ودك وعلى ود ولادي ندير المستحيل، انا هادي انا هادي انا هادي. وانا كيف الحماره كنت سيقته باش يثبتني. كان قال لي شوفي غادي تجي انت والوليدات، وانا راجلي من النهار اللي تزوجت به ومن النهار اللي ولدت مع هذوك الولاد ما عمرو قاسهم ولا اداهم ولا دار ليهم شي حاجه. فاش قال لي غنصيفط لك الولاد، غنصيفط لك طاكسي وتجي انت والدراري، كنت طمنت وعرفت انه ما غادي ليا والو. هذيك الساعه زيت وليداتي وكنت خرجت ولقيت الطاكسي كيتسنى. طلعت فيهم وقفنا حتى لهذيك الحومه. طلعت حدا الدار قلت له فينك حل الباب، قال لي واش ما كاين حتى شي واحد. قلت له ما كاين حتى شي واحد، كان مخبي وما بغى حتى شي واحد يشوفه في هذيك الدار. مهم نزل ويلا حل الباب وهو وقف عندنا الوالد. انا كيف شفتو تصدمت وقلت الاب ديالي شنو كيدير تما. سلمت عليه وقلت له الوالده شنو كدير. قبل ما يجاوب بابا كان جاوب هو وقال لي عيطت على باك باش يجي ويدي الدراري واحد نص ساعه بما نطلعوا ونجمعوا الحوايج دغيا باش نمشي انا وياك للدار. هو قال لي غير اجي وديني، انا ما بقى عندي الوجه اللي نشوف به والديا، انا هادي، انا توحش وليداتي، انا بغيت نساقر، انا بغيتكم ديروا لي عقلي. المهم انا تما قلبي كان كيضرب بزاف وكنت عارفه هذاك النهار ما غيدوش هكاك. كنت خايفه منه ولكن ما بقى عندي ما ندير حيت انا كنت عارفه كيفاش داير، وكنت خايفه على راسي وخايفه على با وخايفه على خو ولادي. هذاك الشيء علاش ما دويت ما تكلمت. ايوا الاب ديالي هز الدراري ومشى، والاخر كان دخلني الدار وضرب الزكرون. كيف سد الزكرون وليت كل اللي كنت راهد، وعرفت ان هذيك الدار محال نخرج منها. وبدينا طالعين في الدروج وانا كنقفقف. وصلت للطبقه الاولى اللي كان جالس فيها واش غنقول لكم، لقيت واحد الروينه، القراعي ديال الشراب، الحشيش، حوايج مرونين. ولكن الحاجه اللي غتبرد ليا الماء في ركابي هي انني لقيت واحد جوج جنويات فوق الطبله وواحد المنشار كبير. الكلبه جالسه، الكلبه ديالو اللي كانت كتسمع هضرته، اللي كانت قبيحه بزاف وكنت انا دائما كنخاف منها. ما وقفت ما بقيتش قادره نزيد حتى خطوه. شاف فيا وخنزر وقال لي ادخلي شنو كتسناي، ادخلي نجلسو نتفاهمو. واش غنتفاهموا وهاش هاد الحاله. انا تما قلبي صافي غادي يسكت. الهزه اللي غنهز التليفون باش نعيط لعقوسي حيد لي التليفون من يديا وقال لي قلت لك جلسي باش نهضروا. ايوا انا جلست وهو كان حل واحد القرعه ديال الشراب وبدا كيشرب وكيشوف فيا وكيضحك وكيقول لي هربتي حتى هربتي واليوم جيتي بين يديا. في داك الوقت صافي عرفت راسي هادي هي الاخره ليا، وليت كل اللي كانت راهد وكان بكي كان بكي كان بكي وهو والو ما حنش فيا. ايوا السيد سكر حتى سكر وتقرقب ومن في الاخر ناض. تعدى عليا جميع انواع العنف اللي تخيلوه دوزهم عليا. كنبكي وكنطلب فيه وكنقول له الله يخليك،
عافاك لما طلقني خليني نمشي عند ولادي، كيقول لي اليوم ما غتخرجيش من هنا. دابا انت باغا تفرقي عليا، انت باغا تطلقي اليوم، غادي نربطك وغنخوي عليك المقاطع كلك، غنقدك ما غنخلي ما يخيطوا فيك. اليوم نخسر لك هذاك الوجه اللي فرحانه به. هذاك الوقت كنحرش عليا الكلبه ديالو وجرجراتني، وانا كنبكي وكنغوت، وهو كيضربني وكيتعدى عليا. دوز ساعات في داك الجحيم ما عرفتش بالضبط شحال. فداك الوقت والديا كانوا كيصونيو عليا، حيت هو قال لهم غير نص ساعه ونعيط لكم. فاش ما جاوبت لا انا لا هو كانوا تخلعوا، وفي هذاك الوقت كانوا عيطوا لوالديه. والديه كيف سمعوا هذيك الهضره عيطوا للجيران، وتما الجيران قالوا لهم انني كنغوت، عيطوا لبا وقالوا ليه جري سير للدار، حنا تابعينك دابا. ايوا انا وياه بقينا مضاربين لداخل، انا ولو في 10، حين صافي كيبان لي راسي غادي نموت في هذيك النهار. فداك الوقت جاتني واحد القوه اللي ما عرفتهاش منين جاتني، دفعت ونطت كنجري، سديت عليه هذاك الباب ونزلت مع الدروج. كنت بغيت نحل الباب ديال تحت ولكن ما بغاش يتحل ليا، دخلت نيشان الكراج وخرجت منه. الخرجه اللي غنخرج مع الباب كيبان ليا با جاي، كنجري 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 غير باش نوصل عنده، ولكن قبل ما نوصل عند با الاخر تبعني وكنشدني من شعره وبدا مجرجرني في الزنقه. الناس كاملين كيتفرجوا وهو هز واحد الجنويه ما نقولش لكم قداش. الاب ديالي كيبكي وكيقول لي العار لما طلق البنت، العار لما طلقها. هو كيقول لي اعطيني التيقار، اعطيني التيقار بنتك اليوم غادي تموت. ايوا الاب ديالي فاش شافني في هذيك الحاله بدا كيضرب معاه با اللي كان راجل كبير وكان راجل مريض، وهو كيضرب في با ما حل لا فيا لا فيه. كيف ما قلت لكم الناس بداو كيتفرجوا. فداك الوقت كانوا عيطوا لوالديه وقالوا ليهم ولدكم غادي يقتل مرتو وغادي يتعدى على عائلتها. والدي فداك الوقت كانوا عيطوا للبوليس وقالوا ليهم سيروا. المهم في الوقت اللي كان كيحاول انني دخلني للدار، ماما حتى هي جات كتجري. ماما كيف شافتني في هذيك الحاله ما بقاتش عاقله، كانت لاحت عليا، وكان هو شدها من فوق مني وكان تفهم مزيان في الزنقه. ماما راه كانت مرا اللي كبيره في العمر، مهم تكرفص عليها مزيان ولاها، وانا كان شدني من شعري وكان دخلني للدار. الوقت اللي غادي يسد الباب انا طلعت كنجري. فداك الوقت ما عرفتش شنو وقع ليا، بحال فقد الذاكره ما عقيتش عاقله على دوك التفاصيل. طلعت كنجري، كنت طلعت للفوق للسطح كاع، وما عرفتش كيفاش حتى نقصت للدار اللي حداهم. الدار اللي حداهم راه كانت بعيده، حيت هما كانوا باينين ثلاثه ديال لي زيتاج، والدار اللي حداهم كانت غير الطبقه الاولى. عرفتي هذيك المسافه، راه حتى واحد ما تيق انني نكون نقص منها وموقع ليا والو. كيفاش حتى نقص؟ انا ما عقلتش على هذيك اللقطه، ما عقلتش عليها. مهم نقص عند دوك الناس، ودوك الناس مساكن كانوا خباوني. وفي هذوك الوقت كانوا جاوا البوليس وجاوا البومبيه، لان والديه كانوا عيطوا ليهم وقال لهم شي روح غادي طيح تما. مهم جاوا فرعوا عليه الباب، والوقت اللي دخلوا باش يشدوه وما بغاش يستسلم، وعاد ما زيد في الطغيان. هز واحد البوطه وشيره على واحد البوليسي وضربته الراس، واحد بوليسي اخر هز عليه جنويه وضربوا لوجهه. اما البوليس غادي يدخلوا بالقرطاس، غادي يضربوا جوج ديال القرطاسات، عاد السيد غادي يطيح، غادي يهزوه وغادوه للسبيطار. يجيو يقلبوا عليا غادي يلقاوني في الدار ديال جارتهم. حتى واحد ما غيتيق انني نقص هذيك المسافه كامله. المسافه كانت بعيده، ما عرفتش شي قدره الهيه اللي حيدتني من تما. المهم هزوني حتى انا وداوني للسبيطار، ومن بعد والدي جاو كيطلبوا كيرغبوا فيا. قالوا لي ها انت كتشوفي الولد غارق غارق بيك ولا بلا بيك، اللهم اسمحي لي وبلا ما تتابعي حتى انتيا. وبداو كيجريو كيجريو، لا عند الدريات اللي كنغتصبهم، لا عند البوليسي اللي خسر لي وجهه، لا عند البوليسي اللي ضربوا بهذيك البوطه للراس وكانوا حطوا فلوس صحيحه باش كلشي تنزل ليه. المهم انا كنت نزلت ليه حيت كنت خايفه بزاف، خفت لا نمشي نتابعو ويدخل الحبس ويخرج، لان انا كنت عارفه غادي يخرج ويجي يتعدى عليا اكثر ولا يتعدى على والديا. هذاك الشيء علاش قررت نضرب الطم ونسكت ونقول لهم انا مسامحه ليه. مهم والديه الفلوس اللي حطو ما نقولش لكم، شي تنازل وشي بقى متابعو. السيد غادي يدوز للمحكمه وتما غيحكموا عليه بثمان سنين. ثمان سنين كان غيقتل بوليسي وضربو بوليسي لوجهه وجوج ديال البنات مغتصبهم، وحكمات عليه المحكمه بثمان سنين. حيت اولا حيدو عليه هذيك محاوله القتل، لانه هو كان غيقتل بوليسي، كان غيقتلني انا، كان غيقتل هذوك البنات، وكان داروا ليه غير التعدو وداكشي. مهم ما علينا، هذيك ثمان سنين والديه ما بغاوش يتقبلوها، وهذيك الساعه شدوا واحد المحامي اخر جراو وجراو وشلا فلوس حطو راو عند هذوك الناس وطلبوهم ورغبوهم وقالوا لهم العار لما تنازلوا على الحق ديالكم واللي طلبتوها توصل حتى لعندكم. المهم في الاخر هاد السيد كان تحكم عليه غير بثلاث سنين، وهاد القضيه راه كانت تعرفات ودعوا عليها الجرائد. الشيء اللي كنعاود لكم راه وقع في 2020. مهم السيد غادي يتشد في الحبس، وكيف ما قلت لكم في الاخر غيتحكم عليه غير بثلاث سنين. انا فاش تشد كنت صافي قررت باش نتفارق معاه، وقلت لوالديه الله يجعل البركه، هذا الراجل كان غادي يقتلني وما يمكن ليش نكمل معاه. والديه كانوا تواصلوا معاه وقالوا لي هاد الهضره، وتما السيد شعر ولا كيعيط ليا وكيقول لي شوفي النهار اللي تفكري في الطلاق غير وجدي قبلك.
كيهددني هو في داخل الحبس وكيقول لي الشيء اللي طلقتك راني ماشي راجل، انت ديالي وغتبقاي ديالي. وفاش كنقول له صافي الله يجعل البركه وكل واحد يمشي طريقه كيقول لي واخا لالا، حنا نقولوا الله يجعل البركه ولكن ديري في بالك ان ولادي ما غنتخلاش عليهم وما عمرك ما تحلمي تشوفيهم. بغيتي تطلقي نخرج ما نشوفش كمارتك. انا ما نكذبش عليكم، اليوم خايفه ما كنتيش عارفه ما ندير، راجلي باقي لي غير عام ونص وغادي يخرج، خايفه نتفارق معاه يخرج يدير ليا شي حاجه ويصفيها ليا، خفت نبقى معاه يصفيها ليا، خايفه على ولادي منه، خايفه على راسي. ندمت بزاف، ندمت على النهار اللي تلاقيت معاه فيه، ندمت على النهار اللي ما كملتش قرايتي، ندمت على بزاف ديال الحاجات. عارفه الا خرج ما غاديش نقد عليه، اصلا حنايا عائلتنا دراوش وعلى قد الحال وهما عائلتهم معروفين، والولد عاد ما كيزيد يتصر، وخاصه من مورا ما دار هادشي كامل وتحكم بثلاث سنين. راه غيولي يجي كلشي عادي، يقدر يخرج يصفيها ليا انا وعائلتي وما يتسوقش كاع. اليوم عاودت لكم قصي اولا باش تاخذوا منا العبره والبنات يردوا بالهم وما عمرهم ما يتغروا، واللي يقولك حقا كنبغيهم غير ادينيش. السيد اللي كيشرب ولا كيكمي عطيه التيقار، بعدي عليه وما عمرك ما تقولي انك غتحاولي تغيريه ولا غتزوجي به وغيدير عقله، ما كايناش هذيك الهضره. قلت لي في شي حاجه فيه وما غيتغير حتى سيدي ربي غادي ينزل عليه العفو. وتاني حاجه اللي جيت اليوم كنعاود بها عليها على ودها قصي، هي بغات منكم النصيحه فعلا سالفه وما تليش عارفه ما ندير. بغيت شي حل مع هاد السيد، قانونيا ما عندي ما نصور منه، واخا نمشي وندير لي عدم تعرض ما غيعقل على حتى شي حاجه وغادي يخرج يقدر يصفيها ليا. خايفه نبقى معاه ما عرف شنو غادي يوقع. تلفت ديال بصح، تلفت ديال بصح وما تليش عارفه ما ندير. كنتمنى من البنات ينصحوني، كنتمنى يديروا لي عقلي، كنتمنى يعطوني شي حل اللي نديرو مع هاد الراجل. الحصول هنا سالت قصتنا، ما تنساوش خليوا الاراء والتعليق ديالكم صاحبة القصه، وما تنساونيش طبعا من التعاليق زوينه ديالكم. ما بقى ليا الا نقول لكم احبابي ما سخيتش بكم، كانت معكم شهرزاد اللي كتحماق وكتموت عليكم.